بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة. على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه. بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل اكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وافضل شرح ممكن تشوفه على النت. لو تعرف حد في اولى او تانية او تالتة ثانوي او اولى او تانية او تالتة اعدادي لازم تبعت له القناة. بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها، وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده يا شباب، النهارده بنات، نحل مع بعض تلبيات النصوص المتحررة على ايه يا جماعة؟ على النص الرابع عندنا، اللي هو نص مصر مطلع البدور من كتاب اولى ثانوي الترم الثاني دفعتنا الجميلة 2023، من رسالة الحسن بن سهل لقاضي بغداد في اختيار شخص يتولى بعض امور الوزارة. بيكلمه عن شخص المفروض يتولى بعض امور الوزارة. بقول له: أما بعد فإني احتجت لبعض أموري إلى رجل جامع لخصال الخير. عايز واحد يجمع كل صفات الخير، ذي عفة في قلائقه، يعني عنده عفة، واستقامة في طرائقه، رجل مستقيم دغري يعني، ونزاهة في طعمته، يعني أكله كله نزيه، يعني قصده بيأكل من الحلال ما عندوش حرام، قد هزمته الآداب وأحكمته التجارب. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ بعدها بقول لي: يا جماعة ليس بظنين في رأي، ليس بظنين في رأي، يعني رأيه حازم، يعني ما عندوش ظن وظن، اللي هو يعني يقعد يشك في الأمور ويتردد في الأمور، لأ. ولا بمطعون في حسب، الحسب بتاعه كويس، إن ائتمن على الأسرار قام بها، لو حد ائتمنه على سر يعني هيحفظه، وإن قلد مهما من الأمور أجزأ فيه. إيه معنى الكلام ده؟ لو اديته مهمة كبيرة هيكون كفء، هيكون راجل قد المسؤولية، له سن مع أدب ولسان، عنده خبرة يعني، عنده أدب ولسان، يعرف يتكلم، تقعده الرزانة ويسكنه الحلم، راجل رزين كده عنده هيبة، قد أبصر، قد فر عن ذكاء وفطنة، وعض على قارحة من الكمال. إيه معنى كده؟ يعني ذكي. تكفيه اللحظة. يعني إيه تكفيه اللحظة؟ يعني كفاية بس أنت تشاور له بعيد كده هيفهمك، يلقط وهي طايرة، وترشده السكتة. قد أبصر خدمة الملوك وأحكمها، وقام في أمورها فحمد فيها. يعني راجل عنده خبرة في خدمة الملوك، له أنات الوزراء، عنده صبر، صولة الأمراء، تواضع العلماء، وفهم الفقهاء وجواب الحكماء. إن أحسن إليه شكر، لما تحسن إليه بيشكر، وإن ابتلي بالإساءة صبر، بيصبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غد. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ يعني مش يقعد يقلق على بكرة لدرجة إن هو يضيع يومه النهاردة، لا، راجل عايش اليوم بيومه، يكاد يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه وحسن بيانه، يعرف يسرق القلوب بلسانه الحلو. دلائل الفضل عليه لائحة. يعني ايه يا جماعه؟ يعني الفضل عليه باين، الكرم عليه باين، والخير عليه باين، وامارات العلم له شاهده، مطلعا بما استنهض، يعني اي حاجه بتستنهضه بيها، اي حاجه بتامره بيها بيعرف يعملها، مستقلا بما حمل، وقد اثرتك بطلبه وحبوتك بارتياده. يعني انا عايزك تجيبه ليه؟ ثقه بفضل اختيارك، عشان بثق في اختياراتك، ومعرفه بحسن تاتيك، انا عارف ان انت بتعرف تجيب الناس دي كويس. مع كلمه يسترق، قلنا يا جماعة يسترق القلوب معناه يسرق القلوب، معناه ايه؟ يعني يأسر القلوب، يعرف يعني يجذب القلوب ليه. نوع البديل في قوله: دلائل الفضل عليه لائحة، وأمارات العلم له شاهدة. طبعا لو بصينا مش ينفع نخالص نختار حسن تقسيم، عشان ده نثر مش شعر، ومش ينفع جناس ناقص، عشان مفيش كلمتين شبه بعض، يعني مفيش جناس تام، طبعا مفيش كلمتين زي بعض بالضبط. الوحيدة اللي تنفع ازدواج، عشان متقطعين زي بعض. دلائل الفضل عليه لائحة، وأمارات العلم له شاهدة. تعبير اجتمع توكيد: لا يبيع نصيم يومه بحرمان غده، دي جملة عادية. إن ابتلي بإساءة صبر، طبعا إن دي أداة شرط مالهاش علاقة بالموضوع. يسترق قلوب الرجال بحلاوة لسانه، برضه هنا جملة عادية مفيش أي تقديم أو تأخير، لكن الإجابة الصح تبقى ليس بظنين في رأيه. جبناها دي عشان لو بصينا هنا يا جماعة، ليس بظنين، الخبر بتاع ليس هنا فيه حرف باء، والباء دي بنسميها حرف جر زائد، وحرف جر زائد من أدواته، من أدوات التوكيد. ارجع للحلقة شرحنا فيها حروف الجر على القناة. المقصود بقوله لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده زي ما اتفقنا، معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان هو عايش اليوم بيومه، مش يقعد يفكر في بكره لدرجه ان هو هيخاف فيضيع النهارده. يتحلى بالقناعه والزهد، لا، هو ما قالش ان هو عنده قناعه، ما كلمش عن النقطه دي خالص. يحفظ من قوت يومه ما يسد به ضائقه الغد، يعني بيشيل القرش الابيض لليوم الاسود، لا، ما عندوش النقطه دي خالص. يحسب حساب الغد وما يمكن ان يواجهه من الحرمان في المستقبل، يعني قاعد بيحسب بكره، لا، هو ما بيحسبش بكره اصلا. نجاب الصح ذلك: يهتم بما في يده وما يحدث في يومه دون تطلع لمعرفة ما في الغد، يعني يهتم أو بالنهاردة بس. علاقة قولية: ثقة بفضل اختيارك. لو بصينا يا جماعة كلمة ثقة هنا كان إعرابها إيه؟ قال لك: وقد آثرتك بطلبه وحبوتك بارتياده، ليه؟ ثقة بفضل اختيارك. ثقة عبارة عن مصدر منصوب. لو بصينا هنا يا جماعة ثقة إعرابها مفعول لأجله، يعني هو بالبلدي جاي بيقول أنا آثرتك أنت تجيبه عشان أنا بثق بفضل اختيارك،
عشان انا بثق بفضل ايه، فضل اختيارك. يبقى المصدر قصدي مفعول لاجر تعرفه ازاي، هتلاقيه مصدر زي ما انت شايف الثقه دي عباره عن مصدر، وهتلاقيه منصوب، وهتلاقيه بلدي كده بيقول لك عشان كذا. يعني مثلا قلت اذاكر طلبا للعلم، انت بتذاكر ايه؟ عشان اطلب العلم. نفس الكلام هنا، هو عايزه ليه؟ ثقه بفضل اختياره، عشان هو واثق في اختياراته. فطبعا اول ما تلاقي مفعول لاجله بنختار على طول تعليل ما قبله. الصورة بنفي قوله قد هذبته الآداب، طبعا أدبته الآداب. هنا يا جماعة عندنا إيه؟ هذبته الآداب، هنا استعارة مكنية. صورنا الآداب كأنها إنسان يهذب. مين اللي بيهذبك ومين اللي بيربيك دايما؟ الإنسان. فهنا صورنا الآداب كأنها إنسان بيربي، إنسان بيهذب. طب فين الإنسان يا محمد؟ حذفناه، لكن سيبنا صفة من صفاته اللي هي التهذيب، فده اسمه استعارة مكنية. كل لبيب بالإشارة يفهمه، ما يتفق مع الرسالة مع القول السابق. ايه معنى يا جماعه كل اللي بيبقى اشاره يفهمه؟ معناها يعني بيبرد كده الذكي بيفهمها وهي طايره، يلقطها من كده وهي طايره على طول. ايه الجمله اللي كانت موجوده في الرساله عندنا كان فيها النقطه دي؟ قلناها واحنا بنشرح لما قال تكفيه اللحظه، يعني يكفي بس انت تبص له بعيد كده يلحظها من بعيد كده يخليها يفهمها على طول. فالاجابه صح، تكفيه اللحظه وترشده السكته. نوع الرساله طبعا دي رساله ديوانيه، ودي رساله ديوانيه خدناها عندنا في المنهج. قال الحسن بن سهل له انات الوزراء وصولة الأمراء وتواضع العلماء وفقه الفقهاء وجواب الحكماء إن أحسن أي شكر وإن ابتلي بالإساءة صبر. وقال العماد الأصفهاني ومصر مربع الفضلاء ومرتع النبلاء ومطلع البدور وموضع الصدور. لما نيجي نوازن بين الاتنين من حيث الموسيقى هنلاقي، هنلاحظ إيه يا جماعة؟ زي ما احنا شفنا الاتنين عندهم موسيقى خارجية باينة جدا، اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي هي جاية من الإزدواج زي ما احنا شايفين، وعندنا كمان السجع، ده رقم واحد. طب رقم اتنين عن استخدام الالفاظ الموحيه، ان الشاعر جاب الفاظ مناسبه للموقف، ديها ايحاء، كل لفظ دي ايحاء يوحي بحاجه معينه. يعني مثلا مرتع النبلاء توحي مثلا ان مصر ليها مكانه وفضل بالنسبه للنبلاء، مطلع البدور طبعا ليها معناها ان مصر ليها مكانه دايما في حمل الهدايه، ان مصر دي بالبلدي كده هي اللي بيطلع منها النور، بيطلع منها البدر. كلا الكاتبين اعتمد على المحسات اللفظيه والالفاظ الموحيه، طبعا دي الاجابه الصح. ما ينفعش اقول الكاتب اعتمد على حاجه مش التانيه، لا، هو الاثنين اعتمدوا على موسيقى خارجيه وموسيقى داخليه. ملمحين ملامح شخصيه الكاتب طبعا في سمات كتير، يعني مثلا ممكن نقول ان هو اديب، اسمه ايه ده، يحب الاخلاق، عالم بالرجال، يعني يعرف الرجاله كويس وعارف الكويس من الوحش، في سمات كتير. حكيم كتب من المقفع بيقول عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصيحه، لازم تعود نفسك انت تصبر على الناس اللي بتخالفك، والتجرع لمرات قولهم وعزلهم. حتى لو واحد بيخالفك لازم تصبر على ده، ولا تسهلن سبيل ذلك الا لاهل الفضل والعقل والسن والمروءه في ستر، لئلا ينتشر من ذلك ما يجترئ به سفيه او استخف به شانئ. ايه معنى الكلام ده؟ يعني ببلدي كده كلامك او الكلام اللي عندك ما يطلعش لاي حد غير اهل الفضل والعقل والسن والمروءه. ليه؟ عشان ما ينتشرش، ما يجترئش عليك اي سفيه او اي حد ملوش لازمه يعني. واعلم ان رايك لا يتسع لكل شيء، ففرغه لمهم ما يعنيك. يعني اعرف ان انت مش هتعرف تعمل كل حاجه في نفس الوقت، فحاول تعمل الحاجات اللي بتعنيك بس، حاجات مهمه بس. وان مالك لا يتسع للناس، يعني فلوسك عمرها ما هتكفي كل الناس، فاخصص به اهل الحق، ركز اهل الحق بس. وان كرامتك لا تطيق العامه فتوخى بها اهل الفضل، يعني الكرامه بتاعتك معلش العامه من الناس ممكن يهينوها عادي، عشان كده خليك دايما مع اهل الفضل. وان ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجاتك وان دأبت فيهما، الليل والنهار عمرهم ما يكفوا الحاجات اللي انت نفسك تعملها، عشان كده ايه؟ أحسن قسمتهما بين عملك ودعاتك، يعني حاول تقسمهم بين العمل بتاعك وبين الدعاة بتاعتك أو بين الراحة بتاعتك. إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك ذلك، ما تغضبش لما تلاقي صاحبك مع عدوك، ليه؟ فإنما هو أحد الرجلين، هو حاجة من اتنين. واحد إن كان رجلا من إخوان الثقة لو هو يعني بتثق فيه، فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشر يكفيه عنك، يعني هو مثلا ممكن يكون بيقرب من عدوك عشان يبعد عنك شر معين، عشان بيعمل حاجة معينة يبعد عنك الشر. وعورة يسترها منك وغائبة يطلع عليك عليها لك. وإن كان رجلا من غير خاصة إخوانك، لو كان واحد عادي يعني تعرفه زميلك مثلا، فبأي حق تقطعه عن الناس؟ يعني أنت تقول له تقعد مع مين وما تقعدش مع مين؟ لا، ده حقه هو يعمل اللي هو عايزه. فعشان كده ما تزعلش. اعلم أن لسانك أداة مغلبة يتغلب عليها عقلك وغضبك وهواك وجهلك. عشان كده لازم يعني تعرف توزنه كويس، فكل غالب عليه مستمتع وصرفه في محبتي. يعني ممكن لو عقلك مسك لسانك الدنيا هتتظبط، لو الغضب مسك لسانك الدنيا هتولع، فعشان كده حاول تشوف مين هيمسكه. فإذا غلب عليه عقلك فهو لك، وإذا غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو عدوك. المهم بكلمة توخى،
لما اقول لك توخى الحذر معناها اقصد الحذر، توخى الهرب معناها ايه يا جماعه؟ معناها اقصد الهرب، يعني روح اهرب اهرب بكل جلدك. فكلمه توخى معناها يعني نشن على الحاجه دي، اقصد. فالاجابه صح اقصد. نوصل بين في قوله والتجرع لمراره قولهم، تجرع هو بيشرب، مراره قولهم. لو بصينا يا جماعه مراره القول هنا شبهنا القول كانه ايه؟ كانه حاجه مره، شبهنا الكلام كانه شيء مر، كانه دواء مثلا مر. طب فين الدواء؟ حذفناه، ده كده سنه صفه من صفاته يا جماعه، ده المراره، فده اسمه ايه؟ اسمه استعاره مكنيه. المقصود بقوله لسانك اداه مغلبه، ايه معنى الكلام ده يا جماعه؟ بالبلدي كده معناه ان اللسان ده في حاجات بتغلبه. يعني ايه بتغلبه؟ يعني بالبلدي كده اللسان ده مش بايدك، اللسان ده بيخضع للحاجه اللي بتمسكه، يا اما الغضب يا اما العقل يا اما الهوى يا اما الحب، على حسب. تعظيم قيمه اللسان في التعبير عن المكنون، لا هو مش خالص بيعظم قيمته، هو بيقول لك ان هو في اي حاجه ممكن تمسكه. بين ان اللسان عضو له الغلبه دائما، لا مش هو اللي ليه الغلبه، ده هو اللي بيتمسك من ايده. عشان اللسان سلاح المرء في الرد على الخصوم، ما قالش ان هو سلاح خالص، ده جاب الصح دال التاكيد على خضوع اللسان للنزعه اللي بتطغى عليه. علاقه قوله ان كان رجلا من اخوان الثقه، لو بصينا يا جماعه فوق في السطر السابع هو قال لك الدنيا دي لاحد رجلين او الناس عموما احد رجلين، نقطتين فوق بعض وقعد يفصل، ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه تفصيل بعد اجمال. لما اقول لك كده عينان لا تبسهما النار، نقطتين فوق بعض، اول حاجه عين بكت من خشيه الله، تاني حاجه عين باتت تحرس في سبيل الله، ده اسمه تفصيل بعد اجمال. نفس اللي حصل، قال لك هما رجلين نقطتين فوق بعض، واحد كذا واثنين كذا، فده اسمه يا جماعه ده اسمه تفصيل بعد اجمال. فعلى كده تفصيل كل ما من النصائح توجهت من مقام فقره الثانيه، ما عدا ايه؟ حسن تنظيم الوقت وملازمه اهل الفضل دون غيرهم، ابداء الراي فيما يلزم، انفاق المال في مواضعه. هو اتكلم عن تنظيم الوقت وان الدنيا مش هتكفيك، وابداء الراي اتكلم عنه برضو، انفاق المال في مكانه عشان الفلوس مش هتكفي. انما ملازمه اهل الفضل دون غيرهم هو ما اتكلمش عن النقطه دي خالص، ما قالكش تقعد مع اهل الفضل في الفقره الثانيه، ما اتكلمش عن النقطه دي. التعبير يوحي باستنكار والتوبيخ، اعلم ان رايك يتسع كل شيء، بيقول لك خلي بالك واعرف ان رايك عمره ما يتسع لكل شيء. هنا مفيش استنكار خالص. ان رايت صاحبك عدوك فلا يبغضنك كذلك، لما تلاقيه قاعد مع عدوك ما تتضايقش. هنا مفيش استنكار. كل غالب عليه مستمتع وصرفه في محبتي. يعني اللي بيغلب لسانك هياخده. هنا مفيش استنكار. انما به لما قال لك باي حق تقطعه عن الناس، معلش يعني وانت ايه الحق اللي معاك عشان تقطع صاحبك ده عن الناس؟ طبعا هنا ده استنكار، اللي هو يعني معلش انت بتعمل ليه كده؟ ايه الهبل ده؟ ده اسمه استنكار، انت بتستنكر الفعل، تقول يعني مش فاهم ازاي انت بتعمل كده. فالاجابه الصح تبقى ب. قال الامام الشافعي تعهدني بنصحك في انفرادي، انصحني وانا لوحدي وجنبني النصيحه في الجامعه، ما تنصحنيش وانا في جامعه خالص. ليه؟ فان النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه. لما تنصحني بين الناس ده توبيخ، انا ما بحبش اسمع الكلام ده. استنتج الفقره اتفق مع اضمن البيت السابق، انهي فقره يا جماعه؟ انهي اول فقره؟ طبعا دي كانت باينه جدا، لما كان بيتكلم عن فكره ما تقولش كل حاجه قدام الناس عشان ممكن اي حد يجترئ عليك، واي حد يعني من بلدي كده يسوق فيها، واحنا مش عايزين الكلام ده يحصل. من كتاب الرسائل الجاحظ بيقول والسر ابقاك الله، يعني ربنا يحفظك، اذا تجاوز صدر صاحبه وافلت من لسانه الى اذن واحده فليس حينئذ بسر. السر لما طلعه من ودانك وتروح تقوله لواحد تاني ده مبقاش سر خلاص، بل ذاك اولى بالاذاعه. يعني هو صح الاولى ساعتها ان احنا ننشره، وإنما بينه وبين أن يشيع ويستطيع أن يدفع إلى أذن ثانية، يعني واحد تاني هيقوله ومن ده لده لده لحد ما الدنيا خلاص هتنتشر. وهو مع قلة المأمونين عليه وكرب الكتمان حري بالانتقال إليها في طرفة عين، يعني هيتنقل من واحد لواحد في طرفة عين، وصدر صاحب الأذن الثانية أضيق. إيه معنى الكلام ده؟ يعني التاني الشخص التاني اللي الكلام وصل له ده يعني بالبلدي كده مش هيهمه حاجة إن هو لا يقول، لما يقول محدش هيأذيه بأي حاجة، هو إلى إفشائه أسرع، هو هيسرع في افشاء السر، وبه اسخى وفي الحديث به اعذر. فاللوم ازاك على صاحب السر؟ لو هنلوم حد هنلوم صاحب السر اصلا، عشان هو اللي فضح نفسه. وعمن افضى به اليه انزل، لانه كان مالكا لسره فاطلق عقاله، عشان هو كان مالك السر بتاعه، لكن للاسف هو ايه؟ ساب الحبل على الغالب وفتح اقفاله فافلت من قيده ووساقه، وصار هو العبد المملوك لمن ائتمنه على سره وملكه رق رقبته. يعني انت سلمت رقبتك لما انت عملت كده. فإن شاء أحسن ملكته لحفظ ذلك السر وجعله رهينة يوم عتبه عليه، وقل من يحسن الملكة، قليل جدا اللي يحفظ السر. معنى كلمة أسخى طبعا السخاء يا جماعة هو الكرم، فأسخى معناها أكرم. وضاد يشيع حاجة بتشيع بين الناس، يعني بتنتشر.
عكسها تتكتم، يبقى صبعا عكسها ايه؟ عكسها يكتم. الصورة بينية في قوله وصار هو العبد المملوك. طبعا صورناه ايه يا جماعة؟ يعني صورنا الشخص كأنه عبد، وانا صور الشخص اللي بيبيع سره او بيشيع سره يعني كأنه عبد. مشبه ومشبه مين من غير اي اداة تشبيه؟ ده اسمه التشبيه البريء. نوع المحاسبة دي لما قال اطلق عقاله فتح اقفاله، الاتنين متقطعين زي بعض اسمه ازدواج، فعندنا طبعا ازدواج. وعندنا سجع برضو لكن ما فيش هنا في الاختيارات سجع، هنختار ازدواج. من الحقائق ذكرها الكاتب كما تفهم الفقرة الأولى. الصاحب يتسع صدره لكتم الأسرار. لا هو ما اتكلمش عن كده، قالك بلاش أصلا تقول السر لحد. اللهم صل وسلم. الصديق ملوم لأنه يفشي أسرار صديقه. لا هو أنت لو هتلوم حد هتلوم نفسك مش الصديق. السر أولى بأن يذاع بدلا من كتمه. لا طبعا السر أولى أن هو يتكتم. الإجابة الصح ما تبقى به. قلة من الناس مأمونين على حفظ الأسرار. قليل أوي من الناس يا جماعة اللي تأتمن أصلا على حفظ الأسرار. بيتي يتفق على ضمون القطعة السابقة. ولست من مبدٍ للرجال سريرتي وما أنا عن أسرارهم بسأول. أقول أنا مش هقول سري لحد، لكن طبعا ده لا يتفق على ضمون الفقرة السابقة. والفقرة كان بيتكلم عن فكرة أنت لو محفظت سرك هينتشر عند الناس. لا يكتم السر إلا من له شرف، والسر عند كرام الناس مكتومه. اللي بيكتم السر ده راجل شريف. وبرضه ما اتكلمش عن تعظيم الناس اللي بتكتم السر، أو كلمك عن فكرة أنت لو فضحت نفسك هتروح في 60 داهية. فاجعل سريرتك التقوى، ترى أملا في كل ما أنت تبغيه وبرهانة. هي بيتكلم عن التقوى، دي حاجة تانية خالص بعيدة. الإجابة الصح جيم. إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرها فسرك عند الناس أفشى وأضيع. لو أنت محفظت سرك أكيد الناس هتفشيه أسرع منك. المغزى الضمني اللي يريد الكاتب إيصاله للقارئ. الكلمة بتكشف عن مستوى الفكر لصاحبها. مش بيكلمنا عن النقطة دي خالص. احذر عدوك مرة وصديقك 1000 مرة. ما كلمش انت تخلي بالك من غدر الصحاب، ما كلمش عن النقطة دي. البوح بالأسرار يحقق راحة النفس واستقرارها. لا طبعا انت مذبوح بسر ده هيوديك في داهية. الإجابة الصح هتبقى به. سرك أسيرك إن أطلقته أسهرك. لو انت أطلقته هيحبسك. قال الشاعر إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. يقول لو أنت مش قادر تكتم سرك ما بالك بقى بالشخص التاني، طبعا هيفشي السر أسرع منك. بعدها بقولك من وصية عبد الله بن الحسن لابنه. أي بني إني مؤد حق الله في تأديبك فأدي إلي حق الله في الاستماع مني. يقول أنا بعمل اللي عليا وبأدبك وبعلمك، اسمع أنت بقى وأدي حق ربنا واسمعني كويس. أي بني يعني يا بني كف عن الأذى وارفض البذاء، ابعد عن البذاء أو الشتايم واستعن على الكلام بطول الفكر. لازم تفكر في المواطن التي تدعوك فيها نفسك إلى الكلام، فإن للقول ساعات يضر فيها الخطأ ولا ينفع فيها الصواب. يعني خلي بالك اعرف إمتى تتكلم وإمتى تسكت، واحذر مشورة الجاهل وإن كان نصيحا حتى لو ينصحك، كما تحذر مشورة العاقل إذا كان غاشا. دي الكلام ده لأنه يرديك بمشورته عشان هيبهدلك بالمشورة بتاعته. واعلم يا بني أن رأيك إذا احتجت إليه وجدته نائما. لو تحتاج رأيك هتلاقيه نايم. وجدت هواك يا قزان هتلاقي الهوا بتاعك صاحي فايق. فإياك أن تستبد برأيك. أو تستبد برأيك لا، لازم تفكر. فإنه حينئذ هواك ولا تفعل فعلا إلا وأنت على يقين أن عاقبته لا ترضيك. أو هتعمل حاجة وأنت مش متأكد منها. لا لازم تبقى متأكد أن العاقبة بتاعته مش هتوديك في داهية وأن نتيجته لا تجني عليك. معنى كلمة كفة طبعا كف عن حاجة، بناء امتنع عن الحاجة دي، بطل امنع. وده كلمة تستبد في السطر السادس. طبعا واحد يستبد يا جماعة، يستبد برأيه معناها بلدي كده انا بس اللي بقول، انا وبس، محدش يسمع كلام حد، مش كلام حد خالص، انا بس يا جماعة. ده اسمه الاستبداد بالرأي. عكسها التشاور والمشورة، نحن كلنا نقعد مع بعض وناخد رأي بعض، ده اسمه التشاور. الصورة خليفة قريبة وجدت هواك يقظانة، تلاقي الهوا بتاعك صاحي. هنا استعارة مكنية صورنا الهوى بإنسان يقظ. طب فين إنسان حذفناه لكن سنة صفة من صفاته هي اليقظة، اسمه استعارة مكنية. علاقة قولي فإن للقول ساعات في السطر الثالث باللي قبليه. طب بصينا يا جماعة، قال لك استعن على الكلام بطول الفكر في المواطن تدعوك فيها نفسك الكلام. ليه؟ لأن للقول ساعات يضر فيها الخطأ. يبقى لأن عرفت أنها تعليل لما قبله، أو فإن يعني. فالإجابة الصح تبقى تعليل لما قبله. تعبير يدل على ضرورة التفكير قبل التحدث. أدي إلى الله حق
قال ادي الي حق الله في اسمع مني، يعني اسمع مني كويس. هنا مش بيتكلم خالص عن فكره ان انت تسمع قبل ما تتكلم، لا او تفكر قصدي سوري قبل ما تتكلم، ما بيتكلمش اصلا عن التفكير. تدعوك نفسك الى الكلام لما تعوز تتكلم، هنا برضه ما بيتكلمش عن التفكير. للقول ساعات يضر فيها الخطا، برضه ما بيتكلمش عن التفكير. اذا كان فيها التفكير كانت جيم، قال لك استعن على الكلام بطول الفكر، قبل ما تتكلم فكر. بيت اتفق قول الكاتب واحذر مشورة الجاهل وان كان نصيحة، من حيث ايه؟ من حيث الفكرة. هو اصلا الكاتب قال احذر مشورة الجاهل حتى لو هو ايه، حتى لو هو هينصحك. لو بصينا على الابيات قال لك دال اذا بلغ الرأي والمشورة فاستعن برأي لبيب او نصيحة حازم، يعني خد الرأي من راجل لبيب، راجل ذكي عبقري. برضه هنا ما اتكلمش عن مشورة الجاهل، عايزين كلمة الجاهل تبقى موجودة. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها، يعني المشورة حتى لو احنا مختلفين هتنفعنا، انما رأي الفرد الواحد بيشقيها بيتعبها. برضه هنا ما اتكلمش عن رأي الجاهل. واشرب نقيع السم من عاقل واسكب على الأرض دواء الجهول، طبعا دي الإجابة الصح. اشرب السم من شخص عاقل، انما تسكب على الأرض الدواء بتاع الشخص ايه؟ الشخص الجاهل. ايه معنى الشخص الجاهل؟ كتب ابن المقفع قال اجعل غاية تشبثك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل توطين نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك، يعني لازم تدرب نفسك أنت ما تقطعش أخوك وإن ظهر لك منه ما تكره فإنه ليس كالمملوك، يعني معيشة ومش عبد عندك تعتقه متى شئت أو كالمرأة تطلقها إذا شئت، لا ولكنه عرضك ومروءتك، يعني المروءة بتاعتك الشجاعة بتاعتك. فإنها مروءة الرجل إخوانه وأخدانه صحابه، يعني فإن عصر الناس على أنك قطعت رجلا من إخوانك وإن كنت معذرا نزل ذلك عند أكثر من ذات الخيانة للإخاء، يعني الناس ساعتها تعتبرك خاين. وإن أنت تصبرت على مقاراته برضو لو أنت صبرت قوي على الألم بتاعه يعني عاد ذاك العيب والنقيصة، يعني أنت كده تبقى ناقص راجل، يعني أنت مستحمل حد وحش ليه ما تطرده من حياتك. عشان كده كاتب لخص الكلمة كلها قالك فالاتئاد الاتئاد، يعني واحدة واحدة، يعني قبل ما تختار حد ركز وفكر انت تختار مين. والتثبت التثبت، لازم ايه؟ لازم تبقى متثبت، لازم يعني تركز وتدقق شوية وانت بتختار. برضه في توطين، واحد بيوطن نفسه على حاجة يعني بيعود نفسه على الحاجة دي، فالإجابة الصح تبقى تعويد. ضد تشبثك، التشبث يا جماعة يعني ايه؟ واحد متشبث بحاجة يعني ماسك فيها بإيديه وأسنانه، عكسها بيفرط في الحاجة دي مش ماسك فيها أصلا، فالإجابة الصح تفريط. اللون البياني في قوله لكنه عرضك ومروءتك، لكنه الهاء دي عايدة على الصاحب، قال لك الصاحب عرضك ومروءتك، فشبهنا الصاحب يا جماعة بالعرض أو شبهنا الصاحب بالمروءة، مشبه ومشبه به من غير أي أداة تشبيه، اسمه التشبيه البديع. نوع البديع في قوله إخوانه وأخدانه، طبعا إخوانه أخدانه شبه بعض اسمه الجناس الناقص. طب ليه ما اخترناش السجع هنا يا جماعه؟ السجع من نهايه الجمل، يعني جمله وجمله والنهايتين زي بعض اللي هو زي تصريع كده، يعني هنا مش جمل، دي كلمتين جنب بعض بس. تعبير يوحي بالمعاناه والمشقه، اول طبعا اختيار هو الاجابه الصح، قال لك وان ظهر لك منه ما تكره، يعني حتى لو انت كرهه يا اخي بس لازم ايه، يعني لازم تبقى الموضوع فيه مشقه عليك، لو انت هتصبر عليه وده فيه طبعا مشقه. انما جيب انك تصبرت على مقارنتي يعني انت هتصبر، طبعا الصبر مفيهوش حاجه علاقه بالمشقه خالص، يبقى الاجابه الصح تبقى ايه يا جماعه؟ اشطبت عليها دي، الاجابه الصح تبقى الف. سبعه يرى الكاتب ان تحمل الانسان صديقه على كره يعد ايه؟ زي ما اتفقنا يعد طبعا عيب، قال لك انت دلوقتي لو سبته على عيبه كده وفضلت مصاحبه ده يعتبر عيب ومنقصه بالنسبه للناس، الناس هتعتبره حاجه عيب يعني. عشان كده الشاعر بعد كده نصحنا قال لك فالاتئاد اتئاد والتثبت تثبت، يعني حاول بعد كده تركز وانت بتختار الناس. الفكره الرئيسيه للفقره السابقه، خلاص يا عم الربابيك يا خلاص. الفكرة الرئيسية يا جماعة للفقرة السابقة هي آخر حاجة اتذكرت عندنا، اللي هو لما قالك فالاتئاد الاتئاد والتثبت التثبت، يعني واحدة واحدة تأني، لسه متأني وبتفكر واحدة واحدة في اختيار الصديق. فالإجابة الصح التأني في اختيار إيه؟ في اختيار الصديق. قال ابن المقفع فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت أو كالمرأة تطلقها إذا شئت ولكنه عرضك ومروءتك، فإنما مروءة الرجل إخوانه وأخدانه. وقال الزيات إنما جعل الفقير في مال الغني حقا معلوما لا يكمل دينه إلا بأدائه. لما نوزن بالاثنين من حيث وسيلة التوكيد المستخدمة عند كل منهما هنلاقي إيه يا جماعة؟
طبعا لو بصينا هنا على ابن المقفع صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه مأكد كلامه ايه؟ مأكد كلامه بإن، فإنه ليس كالمملوك أو كالمرأة، ولكنه عرض كمرأة، فإنما امرأة الرجل إخوانه وأخدانه. وعندنا برضو أسلوب قصر هنا لما قال إنما، يبقى المقفع عنده إن وعنده أسلوب القصر. الزيات بقى عنده إيه يا جماعة؟ عنده استخدام إنما لو أسلوب القصر، يعني قال لك لا يكمل دينه إلا بأداء، برضو أسلوب قصر، برضو وسيلته إيه اللي هو النفي والاستثناء. ابن المقفع لجأ استخدام القصر والحصر، إنما الزيات أكد كلامه بإنما، هو الزيات ما أكدش بإنما بس، مش هينفع. المقفع أكد كلامه بإن واستخدام القصر، والزيات عمل إنما واستخدام القصر والحصر. طبعا دي الإجابة الصح. كلا الكاتبين اعتمد على النفي والاستثناء، لا مش الاثنين عندهم نفي واستثناء. كلا الكاتبين اكتفى باستخدام انما، لا وما اكتفوش بانما يا جماعه، بالعكس دول ما زودوا عليها حاجات تانية. استدرك العقد لكنه، طبعا اول ما تلاقي لكن اعرف انها استدراك لما قبلها، لكن تبقى استدراك لما قبلها، والاستدراك معناه منع وقوع الفهم الخطا. وبكده كنت خلصنا حلقه النهارده، وباذن الله في الحلقه الجايه نكمل بقيه التدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.